انت مفكر رح تزبط من الشجر؟ ما فيك. ما بتشوف شجرة أنطوني جاي مدري من أي بلد. البحر للجميع، البحر لكل الناس، البحر بيملكه كل الشعب. واو راكوتا مارياتشي بتخليكم يطلع بكم تصرخوا قد ما طيبة. شيء مرعب يعني. كل دقيقة بتقطع وبقول واو، كل دقيقة بتقطع وبقول هالقد فيها أبرز تاريخ وفيها أثرات. Good morning, good morning. صباح الخير. اليوم رح نترك سان رافائيل ريزورت لمسول نروح صوب بافوس. ترويقة عظيمة بالأوتيل. كل شيء بدكم إياه موجود. أنا قررت اليوم شوية ناتس، شوية يوغرت، شوية عسل، كل شيء بفيد الصحة وبيعطي نشاط لأنه نهارنا كتير طويل. مش النيتشر داي 2 بكفي هلا. مارك بيروتي وأنا رح أفرجيكم أبرص مثل ما شفتوها قبل. أكيد في أكل طيب، بس في اكتشافات زراعية نباتية وأحراش وكمان بالبحر. ببلش هلا. فرح, you're Lebanese, yeah. Raised and born outside of Lebanon. That's why we're going to speak in English. So Lebanese owned, your grandfather, then your dad, and now yourself. So it's the family. So my grandfather built it, and it's for his whole family, yeah. But my dad was running it for many years. He still is our chairman. And then I took over as the managing director 7 years ago now. I can't believe it. Yeah. Wow, let's talk about it. How big, how influential and important in that location. And we've been here for 2 days and weddings, events, it's a happening hotel. Yeah, it's a happening hotel. It's a happy hotel. So we are 272 rooms. So we're a large 5-star resort on a beautiful beach. So there's a blue flag beach here in Limassol. And we're the only hotel until now with our own private marina. Mm-hmm. So the marina was a very, very big landmark here in Cyprus because not only is it a large marina, it's over 230 berths, but it is a port of entry, so it's like an airport, and it still is. So it really has a lot of prestige attached to it. But the most important thing is that it really, the whole yachting industry grew out of this marina in Cyprus. So so much to do with marine life came out of St. Raphael Marina, which at the time was Sheraton Marina, because when we opened, we were affiliated with Sheraton, the Sheraton Group. So we were known as Sheraton Limassol, Sheraton Marina. But yes, then we relaunched, renamed, rebranded in 96 as St. Raphael Resort and Marina.
هو قال لي انا سوق اكيد حط على جوجل مابس لوكيشن ما بعرف شو. قلت له ايه حطيته مطعم الهم بس على الطريق فينا ما نعملنا وقفتين ثلاثه ما راح يعرف. اوكي انه اوبفيسلي عرف. يلا ترويقه هيك ببلش نهار ترويقتين ثلاثه لقيتهم على جوجل مابس 4.5 4.8 ريفيوز يمكن عندهم اشياء طيبه. مندوق اشياء من هون لوكال بلديه وبعدين بنوصل على الشجر اللي بده يروح عليهم. انت مفكر هتزبط من الشجر؟ ما فيك. مش انت قاعد ريستورنت؟ ليك شوف اهميه التشحيل. هذا التشحيل. ليك زيتون حامل من جوا كله، كل هذا الورق على الفاضي، ما في شيء. يعني بيعملون طنكه هون بس بده بس ديكوراسيون. ليك شو حلوين، ليك شو حلوين. اللي لقيتها هون شكلها مثل ما شايفين ما شعور كيف حلوة ولا لا. بعرف انه فيها طحينة فيها خروب شوي ذكرتني بالطحينة وفهات حمص على الطرف very sticky super enjoyable. طعمة الخروب مش معقول مش تعملوا الخروب بالاكل اكتر منه بيعطوه قيمة للخروب اكتر منه نحنا بس بناخده خروب نحط له طحينة مش معقول شو مهمة مش معقول شو هم. يس تارت لفت لي نظري بالبراد. يلا اميزنج. يلا اميزنج. هن كمان بيقولوا يلا اميزنج مش معقول. محل اسمه ما بعرف شفته الارما. بعرف انه كتير طيب كتير حلو. عندهم ساندويتشز عندهم كوفي بليس عندهم سلاد عندهم دسير عندهم يو نيمت عندهم خبزتهم طيبين كل شيء فريش كمية الجاتويات كمية التيرن اوفر اللي عم بيصير جوا فيري ريكومندد عن جد برافو برافو سوبر برافو يعني عن جد يعني واو ناجح نظيف واحد بيتعلم منه. طلع بيلي دونات سألت جوجل وصلني لهون دونات محشي شوكولا فوق سبونجي كروفي مشربين زيت الفراينج رينج مظبوطة What do I need something cold, fresh, nice You choose, I don't know اخذ الاسبريسو دبل اسبريسو حطهم بقلب البلندر عملوا مثل فوم حتى بلا حليب بلا سكر شوي ثلج ريفريشينج اند ريل كوفي كريمي وذاوت ذا ميلك بيوتيفول. اكتشفنا انه في منطقه بقبرص في منطقتين بقبرص هن بارت اوف يونايتد كينغدوم اوفرسيز دونك بتشوفون على الخريطه نحن هلا صرنا بانجلترا ويلكم تو انجلند هلا مش عم ننقل على قبرص بعد شوي وصلنا على كوريان انفيتياتر
وصلنا هلا على محل كتير حلو، بس عم بتخيل من زمان يعني من أكثر من 2000 سنة كيف كان يوقف هون الأشخاص يوقفوا هون ويطلعوا البحر من ميل وكل هالسهول من ميل. هون نحن وصلنا على كوريون يلي هو أمفيتياتر موجود إذا بدكم تعملوا سياحة. بس نرجع للقصة القديمة، شخص اسمه أستوليوس ب 350 تقريبا صار في هزة وكان في معبد كتير كبير أو قلعة كتير كبيرة تهدمت، رجع عمرها للشعب اللي بوقتها فقر وعمر لهم حمامات وعمر لهم كتير إشياء تيجوا ينبسطوا وقوضوا يلي هن. يلي بيلفت النظر هو الموزايك اللي بعدها موجودة ومنشوف فيها شوية حيوانات بينتهم السمك والحجر والحمام يلي بيذكرونا بالأيام المسيحية. من هون بتخيل كيف كانوا يوقفوا كانوا ينبسطوا. هلأ نحن بعاد عن المدينة أو ليمسول تقريبا 20 دقيقة بالسيارة، قبل ما كان في سيارة يعني حصان أو على المشي. هون كانت ليمسول القديمة قبل ما يردوها لهونيك على البحر بأكيد أيام جديدة. كم مرة شفتوا مدرج هالقد كبير 3500 شخص تقريبا انبنى بالقرن الثاني بعد الميلاد مع فيو على البحر؟ يعني بتخيل شو كان يصير هون، ان كان فن ان كان الحيوانات اللي تحارب بعضها ان كان الاشخاص اللي كبون هون محضرون كتير بفلومة. هون الرومان عملوا شغل حلو، مدينة كاملة مش بس المدرج، وعملوا كتير محلات تانيين يلي بقي منهم تمشي وسعى. رح اترك لكم اياها سوربريز انتو تمشوها بزيارتكم اللي بعدها. امبرسيف زيادة على ده حلو هو الاحترام المطلق. بتصور انه اللي قايمين على المطرح مفكرين فيها ما بتشوف شجرة انطوني جاية مدري من اي بلد، لانه نحن مطرح اركيولوجيك وهيك بتحافظ على تاريخك والايدنتيتي تبعك. كل شجرة ان كان زرعوها جديد وان كان قديمة هي من المنطقة. سارو، شربين، خروب، غار، بطم، ما في شجرة من برات المنطقة. معك حق 100%، ومن عندي بقول لك النظافة، الكهرباء، حتى الكوندوي تبع الماء المجارير عملوه من فخار تقدروا يعملوا زيت شي مثل ايام زمان، ولا غلطة. نتعلم منها احترام القديم واحترام الجديد تلزير اللي بيجي يشوف انه الاشخاص اللي موجودين هون والمسؤولين عن هون هن عم بيحترموا حالهم تنحترمه. من ليمسول على بافوس على طريقنا وقفنا بنص الطريق تقريبا شي 25 دقيقة طريق، وصلنا على محل اسمه بيسوري، منطقة صغيرة في اوتيل اسمه كولومبيا. رح نقطع من الاوتيل وننزل على الكليفز، منطقة حلوة سياحية بس رايقة بهالفترة، شمساتها الوانها بيوت البيض وكل شي ازرق حلو كتير. Hi, my name is Janos and I'm running the Columbia Water Sports since 88.
And we are doing a lot of water sports here, from skiing, teaching, whatever includes the ski and the wakeboard and all this stuff. Then we do sailing, catamaran sailing, everything, name it, kayak, standing paddle, which is in the mode now and everything. And we do quite a few boat trips as well, which one of them, or one of the boat trips we are doing, it's the one we are going together up on the Aphrodite's Rock, on the west side of our beach. And on the east side, we go up to Kurium with the boat. There are some lagoons there, which it's a fantastic place. It's sandy, shallow water for the children, for the families. And before that, there are some caves, which it's amazing. The water is the clearest water, I think, in Cyprus. And that's it. مش قايلنا نلبس جيب مايو ومش قايلنا نلبس جيب صباط كرمال نمشي حول الحجار وهو محضر ولا مش عم استوعب عليك اسمه مش النيتشر الناس بدها تشوفك على طبيعتك تشوف السحبات مش عم بفهم طلعت شوية مي امشي معه حق معه حق اي معه حق Aphrodite's Rock is very interesting. I mean, Cyprus and Aphrodite's Rock, it goes together. But the distance between Pissouri Columbia Hotel and there, it's amazing. It's a virgin place. You cannot go by car, it's only by boat. You can go, and it's beautiful. It's Aspro means white, and you will see when we pass by there. So this is the center of Cape Aspro, and Aspro because, as I said, it's pure white. And here we see these very rare birds, falcons. The name of the family is Eleonora falcons, one of the most rare falcons in the world. They're coming in April from Africa, and then they will go beginning of November. They are nesting, they are doing their babies, grow them up, and then they all go together. And look at that. هلا بتقول الاسطوره انه هيدي انكبت بالبحر هيك واجت في واحد حملها على هيدي؟ ولا انا في كذا خبريه عنهم، وحده منهم بتقول انه كان في مقاتل كثير قوي وكان هاجمين الاعداء على قبرص وعم بيعملوا انزال هون بكل الباتويات تبعهم يعني، فهو طلع على ترودوس وبلش يكب حجاره مكان قوي عليهم ونزل فيهم يعني اذا بدك قصف عمر الفليت كله تبعهم وهالصخور هن اللي نزلوا هون خافوا هوليك تكسرت السفن وهربوا، هي وحده من الاساطير. ثاني وحده ثاني واحدة هي عم بسموها هيدا صخرة أفروديت بيقولوا إنه أفروديت لما كانت هي بتعرف كانت آلهة وكتير حلوة لما قررت تصير إنسان اجت لهون وهون ولدت خلقت وبلشت حياتها الإنسانية البحر للجميع البحر لكل الناس البحر بيملكه كل الشعب منشان هيك مثل ما شايفين ما في ولا بيت مش بس هيك النظافة، الاحترام، المي الزرقاء، لك استحليت شوف كبريتي ولا شيء، مي روعة، مناظر كتير حلوة، كتير حلوة.
اه ليكون شكله مثل مثل الكوشو مثل تسالك مثل البيج. Wait, Anthony, wait. Can you see these two little rocks? الصغار الصغار مثل مثل الكامل الدنب يعني القبة تبعه وراسه والكبير تطلعه صندليه مثل منخاره لك عيونه عينه ايش مان بس تخيل ايه انه كوبي يمكن نحن هيك عم نشوف بس انه ادونيس كمان مات بنهر ابراهيم بسانجليه بري وسمعت صريخه لهون صح 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 جا احضره او شوفه او اقروه عن ادونيس عشتروت صانجليه انه كيف بد انه وات ا تشانس هلا الغدا بعد ربع ساعة بس كتير 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 جعت وضوى هيك لوجو بعيد عني شغلي صار لزمان بستحليه مشان اعمل لهم دعاية بس افرجيكم كيف شكله شكله هيك ايس كريم كيك ساندويتش كيف تتعبي الكيك تربين بوستو طرية Amazing. كتير بحب هذا الشيء. ومنتغدى بعد ربع ساعة. عم جرب اتعلم اللغة عم تاخد معي شوية وقت بعتقد الضيعة اسمها لتيمبو هلأ منشوف وفي محل اسمه صوفياس تراديشنال هاوس كتير مهضوم لوجو صورتها وناس بتجي لهون صوفيا ناطرتينا أنا كتير جوعان كان كالوس هوريسيدي صوفيا بروبلم I don't know English. Oh. 2 minutes, Andreas. خبز معمول بخميرة طبيعية أكيد لأنه ريحته تخمير delicious special bread the cheese malmen bread come mint cheese halloumi halloumi cheese yes of course this is halloumi cheese halloumi yes halloumi Homemade, made at home.
هم الحلوم. اوف بعدها سخنة بعد الماي عم بينزل منها. Smells so good. واو راكوتا. اوف طرية سبونجي جوسي amazing amazing راكوتا. لو كانت هي ستة كانت عرفتني كل انها انبسط عم بياكل. اقعد يا صاحبي شيل طعم طيبين. The best. The best. Wow. The... Oh my god. مش معقول شو طيبين. إذا بتعرف إذا مفكرين بتاكلوا حلوم أو أكلين حلوم أو بتعرفوا شو يعني. Oh my god. الريكوتا ولا بتشبه ولا شيء أكلينه بإيطاليا أو وين ما كان. الخبزة ما عم بقدر وقف. واو هيدا ستوب نهار كامل. يا حنا لو زيت بيتحضروا نحن جوز عنا بلبنان وبصيروا يسقطون وحدة وحدة يلي قلنا اسمه مثل السوجوك او ال قبل اكلهم كدوشهم هلا او مثل الملبن. ليك ليك شعلوا خبرهم شوي من الطبيعة كيف بينعملوا. يس هيدا الشيء ربع مكنسة مشوفها هون ان اتنا بوتاني. كتير مهم تشوف الضياع شو بيستعملوا نباتات للمكنس ولهيدا الشيء كله. هيدا بروبلي نوع والزيل كانوا يستعملوا مكنسة. في عندها شيء خمسة ستة بتشوف مش مقبول شو حلو. ملبن ريل ديل ملبن بس نحن نحط له نشا بعد بصير سكر كتير. هون خفيف نظيف شوي سويت شوي. هي وجوزها بيحكي شوي انجليزي بيستقبلوكم ببيتهم. طلعوا السياحة قديش حلوة. ست بيت عاملة هون وزارة السياحة دلتنا عليها وبتعمل بتجيب ناس على ضيعتها. هالضيعة اللي ما حدا سمع فيها اللي بعيد اللي ما في سيارة ما في صوت سيارة بس الناس بتقصدها لهون لأنها بتستاهل وبتعمل سياحة من مشي. وهيك كلنا فينا نجيب الناس لعنا. Sugar? Yes. Which one is cold? This one? Azlebi, ولا راحة ولا أجر. Very good. Traditional house. Okay. Restaurant. Fajito. Yes. مثل Azlebi عنا. منا معدمي منا معلكي. Very spongy. شوية سكر من برا مش سربين زيت أبدا. هاي يعني تنعبط فيك تعمل نكهة بتزبط. هاي تنعبط مع شوية خروب شوية عسل بطل. You are the best. I love you. They're gonna see you from all over the world. You are the best. Daxi, so. Okay? Yeah. Okay. مارياتشي شو كان طلع فيه هيك؟ ها هي؟ لأنه مش هيك هيدا استعمالها. هيدا الجورد أو كالوباس ليك هيك هي نوع من القرع إذا بدك. هي زهرتها هي من عائلة الخيار والكوسة. هيدا الشغلة هي غيرت حياتي كل العالم هون وبالعالم وين ما كان من أقدم النباتات المستعملة عالميا.
ليلى انا وشي ما بتطلع مي لبرا، فتراديشنال ما وخاصة بقبرص وبالشرق الاوسط هيدا استعملوه لينقلوا واين من مطرح لمطرح، لينقلوا عسل من مطرح لمطرح، لينقلوا مي، وفي كذا فيرسيون منها تراديشنال كثير بتلاقيها بالضياع. هلا هي مش هيك، فاكيد شغلينها هي ناتورال، بس بحطوا عليها او بيوكس او اشياء ثانيه للضاين. هيدا انتوني من اكثر شغله بالعالم ساعدت الانسان تيروح مطرح لمطرح ولا يسافر. سؤال هون كمان لضد صيبة العين، أول شيء لما بتحط هون إذا بدك إنه مثل عجين بس مثل شكل الحية لتشيل الأرواح الشريرة من هون، كيف نحن بنعمل بخور؟ هذا ورق زيتون بتحطهم وبتبخر فيه المنطقة ويلكمينج للجاست وبعد الشر من هون. بتعقد بتعقد بتعقد، ما عم بصدق شو عم شوف. مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول كمية المحبة اللي موجودة هون، كمية الحب اللي موجودة هون، مش معقول. ضحكتها من الاستقبال من الباب تحت، تعوا صوروني شوفوا شو عم تعملوا. وهلا خبرونا خبريتها، في جايد كان هون من شوي عم بقول انه هن كانوا يشتغلوا بالبنا هي وجوزها وتركوهم لانه خطر كبروا بالعمر، فقلت له لجوزها ممنوع ما نعبي وقتنا، تعال نرجع على الضيعة وتعال نستقبل الناس. ليك 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 ما أطيبها. العالم كله بتجي لعندها لهون، الوزارة السياحة بتبعت ناس لعندها لهون، عملت ضجة بالضيعة، جابت ناس على الضيعة وبتستقبل وما في حدا ما بيفل مبسوط. لكن النفس، طعمة النفس بالخبزة، وبعد ما قعدنا وبعد ما أكلنا وحاسس حالي طاير. ليك ما أطيبها، ليك ليك مش معقول مش معقول. بيطعموكن هون كل شيء تقليد بيناتهم، اللي ناطر اكله هي كلفتيكو يلي هو الغنم اللي محطوط بقلب الفرن. They open early in the morning, the last 90 years. So, and is there, I take the brush, breakfast, and lunch. Is the lunch having the cleftigo, chicken potatoes, macaroni pasticho, dolmades, salad, what everything, yogurt, and fresh halloumi and fresh bread. So this is the kleftiko. Lamb? Yes. Cooked in the oven? Yes. How many hours? 6-7 hours. 6-7 hours? Yes. Real lamb? Potatoes. Potatoes? Chicken. And chicken. All in the oven. In the oven. It's the same oven that does the bread. Yeah. No. It's here. It's another oven. It's just behind. It's just all for the bread. It's here for the food. Beautiful. كتير محمس. كتير كتير محمس. أول شغلة الزوكيني فلاورز أو وردة الكوسة يلي دايما منقول ما تكبوها ما تكبوها ما تكبوها، شو بيحطوا فيها؟ بيحطوا فيها برغل. آخ شو واو شو طيبة مثل برغل بندورة مع طعمة الزيتون. أوف شو طيبة، شو أكلهم فيهم هيك، فيهم شي بدق بالقلب. رح نكفي على هيدي النوي يلي هي معكرونة بحليب بنسميها نحنا، بس هون بحطولها لحمة، بحطولها عدة أنواع جبنة من فوق بشمال. بنة مش ملبسة بعدها، بعدها الدنتي. أكل التيتا، أكل التيتا تبع الطفولة، أكل التيتا اللي عن جد بفوت على القلب. شو بدي أفسر؟ بدي لكم مكوناتها أو إذا طرية أو شو حسيت؟ حسيت رف قلبي، هذا اللي حسيته. أوف شو طيب. هو ختامها مسك، هالشي اللي ناطره من وقت ما وصلت، يلي هو اسمه شو؟ زيرو كلفتيكو.
كلفتيكو يعني عم نحكي عن اللحمة يلي بتفرط، يلي مطبوخة 6 ساعات، يلي بالمعلقة أو بالشوكة بتنقص، يلي يلي بتدوب مثل الزبدة، يلي بتخليكن يطلع بيكن تصرخوا قد ما طيبة، قد ما مهمة. قد ما مطبوخة مع بعض، قد ما ليتها فايتة بقلب بعضها، قد ما مسخسخة منهنها. إذا ما في سبب بجيبكن على قبرص، في هاي ضروري اسمعي، مش عاقبل. قلن انك بترجع كرمال هاي. بس انا سايق. بس انا كنت متحمس انه حسيت ما راح يبقى لنا. شوفوا البطاطا اللي مطبوخة بزوم لحمة، شوفوا البطاطاية يلي ما باقي منها شي، خبر بتخلق لحالها هيك مثل تياب، مثل كبوت حواليها، وكل الطعم جوا بتنعلك وطيبة هيك. وقفة فرح، فرقت وقفة سعادة، وقفة إحساس، وقفة حب. طلعوا الحلوم سقع وبعضه طري، ما بيجمد مثل الحلوم عنا. أنا إنسان كتير سعيد. Thank you so much. You are amazing. Your wife is amazing. Your food is amazing. Thank you. Welcome. Please tell her in a Greek language what we just said. I'm not sure she understood how happy I was. So she needs to know. So tell her that I was very, very, very satisfied and very happy, and I'll be coming back again. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για την επίσκεψή σας εδώ. Και εφόσον σας άρεσε. Okay. Ο τόπος και το φαγητό. Ακόμα πιο πολύ ευχαριστημένος. Yes. Να είστε καλά. Yes. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Βιάδο. You are both amazing. Thank you. Thank you so much. Thank you. كريم. ولألك. أنت بعد ما أكلت كفاية. وعايزك رزة. لك مال عرشة. وخبرهم بصيدة. قديش هون زلابية تبع قبرص طيبة؟ متعقد كتير طيبة، كتير سوبر سوبر. تغزى يا ابني، تغزى.
وصلنا على واينري بعد ما عملنا واينري كنا عم نحكي انه نبيد هو اكثر شيء مشهور هون وتقريبا بيشتغل كثير بالاقتصاد الوطني. لهلا كل نبيد اللي دقناهم كانوا كثير طيبين ان شاء الله من كافي. حبيت هون الفكره اللي على انينه نبيد حاطط كل اسعاره، اسعاره كثير منيح، يعني عم نحكي بالانينه بخمسه خمسه خمسه سبعه، يعني عظيم اسعاره. عنا سبيشال اديشنز او الاورجانيك اند ليميتد 10 ميل 10 7 10 10، يعني اسعارهم كثير لوجيك. هلا مندوق تحت الشغل حلو، كلهم بالخشب، كل شيء واضح، كل شيء نظيف، ما في شيء مخبى. جريت فيرست امبريشن. هيك مندوق the winery we started with my sister in 2004. Mm-hmm. We made the first wine in 2005. In our winery we make organic wines, mm-hmm. which are the main thing from the beginning we started. We are the first winery in the island that does organic wines, and we have the biggest estate. The winery makes about 300,000 bottles a year, which mainly are sold in the local market. Traditionally, all the family was involved with vineyards. Up to my dad, we used to sell our grapes. The estate we have is almost 20 hectares. But from 2004, as I mentioned before, we start making wine under our own name. Before talking about your wine, tell us a little bit about the importance of wines to Cyprus. So wines play a big role in Cyprus, isn't it? Cyprus has a very long history in winemaking. If you think that the first wine is made in Caucasus and then Mesopotamia, after it was Egypt, Middle East. So we go back thousands of years of making wine. And some of the interesting thing is that some of the grape varieties that we are using, like the one you are trying now, are still only for Cyprus. Only in Cyprus you'll find them. What's this grape we're using? Xinisteri. Xinisteri is the main white grape variety of the island. It's aromatic. Normally we do make young white wines from this grape variety, a light, refreshing, more to the citrusy aromas. Okay, I'll try that. Beautiful. Give me a second. تبعتوا أول شغلة ميتها شوي إذا بدكم عن بيتها شوي سميك، دمعتها كتير خفيفة على المنخار. خفيفة بس حلوة، يعني بتطلع على المنخار هيك بتعبي المنخار، بعدين بترجع أول ما تشربوها شوية حموضة شوية أسيدتي بتزكزك شوية لسان. هيدي مع جبنة، مع جبنة الحلوم اللي أكلناها قبل شوي. ها وصلوا، يا ريت طلعت مليون دولار. سوري. Yeah, so now the cheeses. Too much. So there. You're open for the public, anyone can come. Yes, and the winery is open for the public 6 days a week, or only Sundays. And the prices are cheaper than the market? About the same. Ah, okay. About the same. Normally cheaper, yes, a little bit. But still you can enjoy here the nice views and the I like your smile atmosphere. And you're welcoming and you're amazing. Yeah, thank you very much. The style we make here, it's more dark. Most of the people, they know Rosé wine. I want to tell you that this is the first time I see such a color. Well, so rich, it's intense. It's made from Shiraz grapes, which Shiraz is very deep in color.
And skin contact, we don't go that long. It's about 3-4 hours, but that's the color you get. It looks like rose water or mawarid in Arabic. Well, it's more like rosé. Exactly, amazing. But yeah, good nowadays job. It's more the blush that is in the market and the Provence style rosés, but it's a style. It's a style. In Cyprus, most of the rosés still are a bit darker than what you probably know as a rosé wine. But I think it's very tasty. Great, it is. Yeah. كيف واحد بيعمل تشيرز؟ أهم شيء دايماً تظبط دايماً تما تكسروا راسه تما تشبقوا راسه براس تما تعملوا هيك تما تضيعوا كتير هين بتروح أول شيء على الشمال بتروح أنا على شمالي أنت على شمالك التقينا بالنص شمالاً البوسة زيت شيء بتروحوا على الشمال دايماً فما حدا بيضيع anyway تشبيه قادر أنا بروح على الشمال أنت بتروح على الشمال ودايماً لازم يشبقوا هون الراس الطريقة تيطلع صوت حلو تيطلع صوت بيسمون بيلز أو شايمينج بيلز يلي هي لازم نضرب بالنص وطلع الصوت بهالطريقة طلع الصوت مزبوط صبنا مزبوط ولا واحد كسره هيك وأهم شغلة شو طلع عيون بعضنا يلا تشيرز وصلتوا بالفيديو لهون وعم بتقولوا حالكم اكيد صوروا هول بفرد نهار هول بفرد نهار وبعدها بس الساعه 4 كل هالاشياء الحلوه اللي شفتوها لليوم بعدها الساعه 4 ونهار ما عم بيخلص ومبسوطين قد الدنيا تاني نهار من 8 يعني تخيلوا قد ايه بعد في اشياء هلا نحن تركنا الواينري بهالجبال الطرقات الحلوين ما عم بعرف اذا انا بكاليفورنيا ما عم بعرف اذا انا بلبنان ما عم بعرف اذا انا بقبرص هالمناظر اللي كتير حلوة بهوليوود لمناظر كتير حلوة الشجر اللي بغير أشكالهم التراب اللي بغير ألوانه وأهم شيء نظافة الترتيب الزياح على الطريق والطرقات كتير حلوة رح ننزل على بافوس رح نعمل تشيك إن بالأوتيل ونكفي برمتنا ونقل راد منلحق السانسيت والعشاء وأشياء كتير حلوة كمان مشوارنا مش النيتشر سايبرس بكفي Have a special check-in. Okay. Business class expectations. Special. Wow. Special check-in. Thank you so much. Champagne is ready. Drinks. Welcome to Atina Beach Hotel. Thank you. Great start. You need one of those cards. These are the hotel cards. Every drink and every meal that you're getting, you need to provide your card and type it on the device of our staff. And everything that you're entitled to as your breakfast, it will go with zero to your account. And everything that you're not entitled, will go with would charge in your account. You can close the room account only by the reception desk. Okay? That's mine. You have your own pool. Mine, بس بحلى وحدة ما حدا بيقرب لي. Thank you.
حلو كتير. اوض حلوين، تخت كبير، برايفت بول لكل هالصف، برايفت بول تاني لتاني صف، واحدة هونيك واحدة تالت ميل. نحن اخذنا روم 12، VIP check in, breakfast at 8, complimentary late check out at 6, luxury bathroom amenities, free use of bowls, greens, beach bag gift. Beautiful. والحلو حبيت هذه الكارت اللي هي كل شيء بالأوضة بالأوتيل، فواحد ما بيخد معه مصاري بيحط كريدت كارد، هي بيوصله وبيدفع. ما كانت قهوة كبيرة بالأوضة، تلفزيون، شو بده واحد أكثر من هيك. عملنا تشيك إن، رح نحط أغراضنا ونكفي نهارنا بعد ما خلص. وأحلى شيء شو بالترويقة، في ثلاث محلات ترويقة، ترك الورقة معي، ثلاث محلات ترويقة رح جرب كل يوم واحد لأنه باقيين هون ثلاث أيام. ليدا ريستورنت أول نهار، أتريوم ريستورنت ثاني نهار، زفير ريستورنت ثالث نهار. هلا في واحد منهم ممنوعين الأولاد فيه، يمكن أطرح واحدة. وصلنا على بافوس. بافوس لألي هي محل أو مكان للعائلات، سياحي بامتياز، بحر، بعرف كتير لبنانية هون. بافوس باكتشافاتنا بهالسفرة شو رح يكون؟ هلا أنت رح يطلع لك مطاعم كتير حلوة ورح تكون مثل ما بقولوا بيان سيرفي يعني، بس نحن كمان نتعرف كتير على دهاليز. بافوس هي أركيولوجي يعني، رح تشوف هلا بكرة ميلة شيء مرعب يعني. واهم شيء نتعرف على شجر بايديفيرسيتي، كمان في سبونجز هون. بس هي انا بالنسبه لي مطرح عن جد الاركيولوجية، وفي كثير من هالمطارح. نحن بافوس بلشنا هون تحت الارض مثل ما شايفين. نحن وين؟ نحن بمدفن. ايه هن دهاليز يلي هن كانوا يستعملون المسيحيين الاوائل ليتخبوا وقتها كان في كثير اضطهاد روماني. هيدا ما انا كثير هون معروف المطرح اسمه ايوس لومبريانو، اللي هو كان عمليا اذا بدك قديس من فلسطين، ما كثير تعترف فيه الكنيسه حتى الابرسيه هون. هيدا مطرح الموجود فيه، ما انه ما اعترف فيه لدرجه انه ما عنده عيد رسمي حتى. حلو، صخر محفور، في دهاليز وفي جوار وفي بعض محلات كثير واحد ينزل عليها. بيت للعصافير ورطوبة وماي. اتعوا قدامه، اتعوا عليه. هون نقلنا الطريق تاني ميل من الطريق. هلا في جنال بيقطع من هون لهون، بس كان شوي عتم كتير، قلت شو بدي بالشغلة يلي هو هون. نقلنا بعضهم كتكون عم بيكفوا الطريقة تاعت فوقهم. هون اسمه آيا سالوموني، معروفة من أول القديسين المسيحيين يلي كانت يهودية، رجعت نقلت، شفت ولادها عم يموتوا قدامهم وزتت حالها هون. قال لا يقدر، إذا بدكم تجيبوا ولد ومش قادرين تجوا بتعلقوا
شرشف او قماشه بيضه هون، ويعني ان شاء الله ربنا بيستجيب. هيت تجرب احذر، نو واي انت البطل، خبرني شجره شو؟ لا احتحذر، انا عم شوفها كثير هون. هيدي اللي اكبر شجره شفناها امبارح، البطن بيستاشيو اتلانتيكا، هيدي هي هون، هي زيتها ما انها بكبر هديك، بس شجره قديمه وهي واحدة من السيمبلز تبع ابروس وخاصه بافوس. تنجرب نفهم شوي شو يعني كاتاكومب. رح نرجع ننزل على مدافن معمره قديمه كمان هون تقريبا شي 30 متر تحت الارض. مشوا حجر اصفر عمروا دهليز من هون وهون اللي بيسمون كاتاكومب، مش بس مدافن او يمكن مدافن وغير اشياء، بس ضيع مدن تحت الارض تيهربوا، معمرين باسنجرز من ميل لميل، من اوض اخرهم اسود ما بقدر حطع فيهم. وهالشجره يلي طالعه بقلب الصخر، بقلب الصخر اول وقفه ببافوس. هون كمان عم نشوف مثل مغارات معمرة كلها، كانوا موجودين من أيام الرومان وهيك، وبعدين شوي شوي تحولوا كمان لكنيسة صغيرة. أنتوني بهذا المطرح ببافوس كيف ما بتمشي، يعني بس كل متر مربع في أو موزايك أو كنيسة قديمة أو تمبل قديم فيك تعملهم كلهم باي ووكينج، شيء كتير كتير حلو. مناظر كتير حلوة، رجعنا على مدينة قديمة متروكة نصها مدفون، رجعت كلها نشيل منها التراب. زيت شي دايما عنا الأمفيتياتر منظر على البحر، عنا الأكوديك محل ما بيقطعوا الماء هلا بنقطع منشوفهم، عنا السيتار محل ما كانوا يجمعوا الماء، وبتشوفوا كيف شوي مثل بعلبك كانوا يشيلون حجار 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 ويعملوا الجوار لازم يعملون.
كل دقيقة بتقطع وبقول واو، كل دقيقة بتقطع وبقول هالقد فيها أبرز تاريخ وفيها أثرات. هون وصلنا على عمود ماربولوس. نعم ماربولوس إجا لهون، هو لعب دور كتير كبير بالتبشير وعمل أبرز مسيحية. هون على هيدا العمود هو ذكرى لماربولوس وقطعته لهون، بيخبروا الخبرية أنه إجا وكانت هون بافوس هي العاصمة وإجا قاعد هون وصار فيه مشكل وعمل عجيبة ويلي هي ما رح نفوت بالتفاصيل. عم نكفي قبل ما تعتم، اكتشاف ورا اكتشاف ورا اكتشاف، لا شيء عظيم، شيء عظيم. وبيرجع بطبق نظرية أو اللي عم بكتشفه أكتر، بلدين بيشبهوا بعضهم كتير 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 بكتير أشياء. عطمت ثروات لك. I'm George. I'm the general manager of the Pelinka restaurant in Paphos. This is the oldest restaurant that is in Paphos since 1957. We are here. We serve mainly fish, but because of the location, we have also meat as well for our people. People come to see the medieval castle and a lot of Asian things there is around the harbor area. And this is the most busiest area in Paphos. And of course, the oldest area in Paphos. In the restaurant, we have our live pelican, so it's like our pet. For us, it's a tradition, of course, because we have a pelican since 1963. The first one came with broken wing, and the grandfather treat him. And since then, for us, it's a tradition, we always have a pelican. And it's about a couple of million photos per year in the Facebook. So we are very happy. People know the pelican and the harbor. ليلي رح نشرب اوزو تنغير شوي عن نبيل. شو يعني اوزو؟ اوزو كمان معمول من ينسون، كتير بيشربوه للعرق. شو الفرق بين اثنين؟ هون ما بيشربوه مع مي، مع انه 43% يعني زيت قوة العرق، ريحته عرق. بيحطوا معه غير سبايسز بيناتهم سينمون كاردمون حسب. هلا اكيد مع تلج ريحته حلوة قوية، بارفان فليفرد. قرفة ينسون حد بالآخر، very lightly sweet بس بتر شوي، كتير قريب من العرق. يعني أنا بزد له مي، مع مي بتروح حديته بيصير خفيف، بيصير flavored drink بينشرب. يعني أنا فيه نباتات أعشاب، فيه لذة. وجربته مع sparkling water، طلع بعد أطيب وأطيب، عمل هيك بش و refreshing. سام كم شوية مالية. هديلي فريش فيش.
فيه لحم يعني، فيه سمك. وإز إجا الصحن، ده صحن مش 5 كيلو هون، كل شيء له علاقة بالبحر، إن كان الفرايد كالاماري، إن كان البراونز، بيقشروا بسهولة، معمولين صح، دراية من جوا، خزقنا الدنيا، ما تخبروا حدا. المسلز الأكتوبس تراية مش يعني مش قسين، لا فريش فود، فريش فيش. انجوي بالإيفنينج. بس كنا عم نحكي بميزة سمك، ما بعتقد هيدا السمك بريل جيل، إذا عبالكم سمك طيب طازة من البحر، هذا المحل صار له فتح من 57. شفت شيء تحت السمكتين، هني هو البطاطا المقلية الوجز اللي شربانين من زوم تبع السمك، كتير مهمين. في كمان خضرة، ولا هذا جات حرزان حرزان حرزان. سوبر جوسي، سوبر جوسي، لودد بالفليفر، رائع. ملح، بهار، زيت زيتون، وحامض، كله موجود. إيش الطعم من إيديك؟ في نفس. نحن نزلين بواحد من أكبر الأوتيلات على الجزيرة، عم بيقولوا تقريباً من 500-520 أوضة أو شوي أكتر إذا بتذكر الرقم، وشكلهم هون الناس كلهم بيجوا بيعملوا روتريت، يعني شوي كبار بالعمر بس في شي لقلهم كل نهار، إن كان السباحة إن كان هلأ الشو على البيسين. نحن رح نرجع على الأوضة على البرايفت بول تبعنا، رح نعمل أديتينج تنطلع لكم الفيديوز بكرة على الوقت. مثل ما شفتوا كبير، يعني في مش منيح، بعمل رياضتي مثل ما لازم. يلا كريم ورك، عنا شغل. في صف اكيد بدك تنطر، ما بنعرف كثير عن استليوس. كل اشي كثير مش أنا جيت، حكيت عن الشخص اللي إجا قبل. أولاك مارك جيب لي كريم من لظهره تما ياكل ضربة شمس يعني. أوكي أنت منيح؟ Yes In a swimming suit it would have been better. Yes, come on.